حقيقة أن يعني ما ذكرت يعني فعلا يعني اللقاء حقيقة من خلال تصريحات الطرفين المغربي والأمريكي وعلى مستوى عالي طبعا يبرز بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت حقيقة واعية بالمكانة الإقليمية والدولية للمغرب، ولذلك طبعا نجد على أنه في ظل مجموعة من المتغيرات الإقليمية والدولية التي حدثت على امتداد السنوات الأخيرة بات من الطبيعي أن تسعى أن يسعى المغرب من جانبه إلى تنويع الشراكات وإلى إرساء علاقات وتحالفات جديدة، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للولايات المتحدة التي يبدو أيضا أنها واعية بكل تأكيد بما وقع في على المستوى الدولي من تحديات من مخاطر تستأثر يعني باهتمام المنتظم الدولي وتتطلب كما قلت إرساء هذه الشراكات وهذا التعاون. فالمغرب كما نعلم طبعا هو يعيش استقرار وهو يقع في موقع استراتيجي مهم جدا كبوابة نحو إفريقيا، كذلك كمعبر نحو الدول الأوروبية، بالإضافة كذلك إلى انخراط المغرب في مجموعة من الجهود الدولية المتصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين ومواجهة مجموعة من المخاطر العابرة للحدود كالهجرة كالإرهاب إلى غير ذلك. وأعتقد بأن هذا التعويل الأمريكي على الدور المغربي يجد سنده في مجموعة من المؤشرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وبكل تأكيد هي رد على كل من كان يعتبر على أن الاعتراف الأمريكي أو الإقرار الأمريكي بمغربية الصحراء هو حدث عابر ولا يجد أساسه في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ويبدو على أن ما حدث حقيقة قبل يومين هو يبرز بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على الدور المغربي وتراهن كذلك على تعزيز الشراكة مع المغرب. ولذلك بطبيعة الحال ونحن نتحدث عن هذه المؤشرات لا ننسى التعاون العسكري الذي طبعا أصبح واضحا ويحيل كذلك إلى وعي الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من البلدان دول العالم وخصوصا دول الوازنة أصبحت كذلك يعني تراهن على الدور المغربي فيما يتعلق بتعزيز السلم في هذه المنطقة، وخصوصا في منطقة معروفة بإشكالاتها منطقة الساحل ومعروفة كذلك بتحدياتها. وأعتقد طيب. كذلك بأن كل هذه الأمور هي نتاج من ناحية أخرى للسياسة الخارجية المغربية، يبدو أيضا طيب. أنها استوعبت هذه المتغيرات وتراهن كذلك على استثمار هذه المتغيرات خدمة لمصالحها والتي هي مصالح طيب. طبعا استراتيجية بكل تأكيد. شكرا لك أستاذ إدريس الجريني. أستاذ عبد الواحد ولد مولود،